يا صباح الفل عليك يا استاذ شادي. صباح الخير يا كريم. اهلا بيك. اهلا بيك. صباح الهنا. صباح الفل. مش عارفه ايه موضوع الجراي كلنا. أيوة. النهارده بجد صدفه الناس تفتكر منسقين ولا صدفه سعيده. اه احنا دفعه ثالثه ثانوي صح كده؟ بالظبط. انا وكريم كنا بنتكلم في الانترو عندنا يعني على قصه المقارنه ما بين كاس امم اسيا وامم افريقيا، وقلنا مستوى الكوره عندنا افريقيا تحديدا للمنتخبات العربيه اللي شاركت غريب جدا، بينما الناحيه الثانيه بتيجي تبص على امم اسيا لا عندك منتخبات ما كانتش ليها وجود على الساحه اصبح ليها وجود زي منتخب الاردن على سبيل المثال. خلينا نبدا من هنا ونتكلم عن كمان المباراه بالامس طبعا النهائي ما بين قطر والاردن واللي كان فيها بالمناسبه تنافسيه شديده جدا يعني. طبعا متفق معاكي جدا. يعني الصدفه حطت البطولتين في نفس التوقيت، فالناس بطبيعه الحال لازم حكرت. اكيد. المشاركات العربيه على الصعيد الافريقي كانت مش احسن حاجه، بلاش نقول سيئه لان هي سيئه بس مش احسن بس حاجه بس مش هنقول بس مش هنقول لكن كويس انه ما قالش على فكره. لان فعلا المنتخبات العربيه خمس منتخبات عربيه ما فيش ولا منتخب ادى اللي مطلوب منه سواء على الصعيد الفني او على صعيد الروح والحماس جوه الملعب. دي حقيقة. الوحيد اللي ممكن يبقى فيه استثناء شويه منتخب المغرب، يعني المنتخب المغربي الى حد ما كان فيه روح جوه الملعب، لكن الاربع وقطع شوط اطول شويه بالمقارنه بغيره. طبعا يعني مصر، الجزائر، تونس، موريتانيا، المنتخب الموريتاني نستثنيه شويه. الوحيد اللي يعتبر عمل اللي عليه على الصعيد الحماس والرجوله والفنيات، لكن المنتخبات الاربعه الاخرى لا ما كانوش على قد المستوى. لو انتقلنا بقى لبطوله اسيا 10 منتخبات عربيه صعد منهم 8 للدور ثمن النهائي، فبالتالي المنتخبات العربيه ادت بصوره كويسه. المنتخب الفلسطيني مع كل الظروف كان مفاجئ لكل ومنتخب سوريا الوضع في المنتخبين صعب جدا قبل البطوله، استعدادات تكاد تكون منعدمه، لكن اللعيبه مقدره المسؤوليه والشعار اللي هم عاملين لوائه يعني. صحيح. فبالتالي لعبوا بكل ما يملكون من قوه رجوله قبل الفني. منتخب سوريا تحديدا على الصعيد الفني كان معاه مدرب يعني ايه قديم او محنك في النقطه دي البطولات المجمعه، وهو هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر، وبوجود طبعا الحضري، والحضري كان ليه دور مهم جدا مع حارس مرمى منتخب سوريا في ارتفاع وتطور مستواه. المنتخب الفلسطيني كل الجماهير العربيه وكل اللي كانوا موجودين في البطوله كانوا بيساندوه جدا. طبعا وقفوا المنتخبين عند الدور ثمن النهائي دور ال 16 لكن خرجوا بشرف. فلسطين دي أول مرة فلسطين تتأهل لدور ال 16 أصلاً في البطولة. بالظبط بالظبط. وسوريا كذلك، لكن فلسطين خسرت أمام المنتخب القطري في دور ال 16 بهدفين مقابل هدف، وكان متقدمين ويعني حظهم سيء إن هدف التعادل جه في الثانية الأخيرة من الشوط الأول، والهدف الثاني جه في بداية الشوط الثاني، فدي ظروف الماتش. سوريا لعبت ماتش قوي جداً أمام إيران وكانت تستحق التأهل وخسرت بركلات الترجيح. باقي المنتخبات، المنتخب الأردني لو حابين بقى نتكلم على باقي. تعالى نتكلم عن ماتش امبارح تحديدا. يعني طبقا للي انت تابعته رؤيتك ايه للماتش ده؟ افضل 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 دايما انجاز للمنتخبات اللي بتبقى جايه من بعيد. مش مرشحه قبل البطوله. وتفاجئك. بالظبط. او جوه البطوله يعني خلاص الفرص منعدمه وفجاه تيجي. طيب لو اتكلمنا عن المنتخب الأردني تحديدا، المنتخب الأردني في مجموعته هو اختار طريقه. يعني ايه اختار طريقه؟ المجموعة دي كان ليها كده يعني حسبة معينة، ان هم كان البحرين، كوريا الجنوبية، الأردن، الثلاثة ليهم فرص في التأهل، لكن البحرين كانت لازم تكسب عشان تتأهل فصدروها لمواجهة اليابان. لأن طبعا لما تواجه اليابان غير لما تواجه العراق غير لما تواجه السعودية. وبالفعل يعني المنتخب البحريني خسر أمام اليابان. المنتخب الأردني اختار طريقه بقى اللي أنا ألاعب للعراق، أخد ثالث في المجموعة، مع أنه هو في المباراة الأخيرة كان ممكن يصعد أول مجموعة متصدر، لكن اختار اللي هو يخسر. ممكن يعني مش اختيار على قد ما هو فكر إزاي يكمل البطولة. لاعب العراق، العراق واليابان الفرقتين أقوياء، لكن أنا ممكن ألعب مع المنتخب العراقي بفكر الحسين عموتة المدير الفني القدير جدا، خاصة إن كان يعني كمية من الانتقادات قبل البطولة عليه ملهاش حصر.
النتائج كمان في المباريات الوديه كانت ضلمه بالنسبه لهم زي ما بنقول، يعني خصموا من اليابان وخصموا من لبنان، فالمنتخب الاردني كان رايح مش من مرشحين بتاتا، لكن مباراه العراق هي اللي حطتهم بقى على الطريق. يعني تكسب العراق 3-2، والمنتخب العراقي كان من اقوى المنتخبات في البطوله. صحيح. على ارض الملعب. صحيح. وتاريخيا برضو العراق ككوره اقوى من الاردن. الفوز في الثواني الاخيره، يعني كانوا مغلوبين 2-1 لحد الدقيقه 90، جابوا جولين، تحس المنتدى حلو بالظبط. فاديتهم باور كمان بقى طبعا، يعني هم ككواليتي سكواد كويسين جدا بقياده النجم. السعوديه فين بقى من اللي احنا بنتكلم عنه ده؟ السعوديه فين؟ السعوديه بدات البطوله كويس جدا، لكن مش هي السعوديه بتاع كاس العالم. صحيح. اختلاف. صحيح. اسلوب اداء ما بين هيفي رينار المدير الفني الفرنسي و مانشيني المدير الفني الايطالي، تحس ان التوليفه مش راكبه، يعني التوليفه ما بين اللاعبين، مع ان برضو لاعبين، يعني اتكلم على سالم الدوسري ومحمد كنو وخضرمين برضو مجموعه طبعا من افضل اللاعبين، برضو في الدور الاول كانت من الفرق والمنتخبات المرشحه، لكن السعوديه في مواجهه دور ال 16 لعبت كوريا، كوريا الجنوبيه بقياده كيم سون نجم توتنهام. السعوديه قدمت مباراه جيده مش سيئه، لكن كانت متقدمه بهدف قبل لحظات، بس عملوا بقى مانشين عمل حاجه يعني اللي هي زي ما بنقول ايه، بيبقى قرار يضيعك. يعني هو في الشوط الثاني تحديدا اعتمد على يعني الحاله الدفاعيه اللي هو مقفل الدفاعات او الزون ديفنس، ففي الحاله دي لازم لما تيجي تطلع يبقى في لعيب اللي يخرجك بالكره صح. فكان اللي بيعمل ده طول الشوط الثاني سالم الدوسري، قبل 10 دقائق طلع سالم الدوسري وينزل عبد الرحمن. يعني عايز اقول دي اللقطه اللي كانت نقطه تحول في الماتش، ان ما بقاش فيه قدره ان المنتخب السعودي اللي هو يطلع لقدام. 10 دقائق المنتخب الكوري ضاغط المنتخب السعودي، حارس مرمى المنتخب السعودي احمد قصار تصدى للعديد من الكرات، وفي الاخر المنتخب الكوري سجل هدف وركلات الترجيح ابتسمت لكوريا على حساب السعوديه. في حاجه بقى، هل يا ترى المنتخب السعودي هيكمل مع انشيلوتي ولا لا؟ دي بقى اللي هنشوف مع مانشيني ولا لا. انا اسف، لان في لقطه حصلت ان هو في الركله الرابعه بعد لما اضحى ساب الملعب ومشي، ساب الملعب ومشي. كانت لقطه غريبه، كانت غريبه جدا. صحيح. غريبه يعني. هي فيها حاجه كده استسلام للواقع، خلاص هو شايف ان لا اليوم مش بتاعه. واللقطه الثانيه بتدي رساله برضو طبعا، وبيسجل موقف بالحركه اللي عملها دي، بس وان كان الناس استغلطته هو عليها جدا. طبعا. يعني اعمل، يعني استنى لحد حتى الركله ما تخلص، تسلم على المدير الفني للمنافس. طبعا طبعا، تسلم على لعيبتك، لان الدور المعنوي في الوقت ده لعيبتك محتاجاك وقت الهزيمه اكتر من الفوز. اكيد. ده بالنسبه فيما يخص المنتخب السعودي. باقي المنتخبات العربيه المسيره مشيت واحده واحده، لحد طبعا لما هنتكلم على المنتخب القطري. المنتخب القطري هو حامل اللقب فعلا، لكن وفي الدور الاول فاز من المنتخبات القليله، يعني هو منتخب العراق ومنتخب ايران المنتخبات الوحيده اللي حققت 3 فوز، لكن كان برضو في يعني ايه سن تشك من الجمهور القطري في قدره الفريق على الوصول للنهائي. برضه مشي خطوه بخطوه. اللي انا حابب بس اقوله ان منتخب قطر 2019 2023 ده نتاج شغل طويل جدا وبلان محطوطه من اول ما قطر اسند ليها تنظيم كاس العالم 2022 في 2010. هو ده استاذ شادي اللي احنا بنتكلم فيه، وانا وكريم اتكلمنا عنه في الانترو. القصه كلها ان انت شايف الدول حواليك بترسم خطه. بجد الموضوع بقى يعني ملحوظ بشكل كبير، لان كمان مش ملحوظ فكريا او كافكار انت بتجيبها او كواليس، لا ده على الارض باين. يعني بدايه من منتخبات ما كانش ليها تواجد تماما على الساحه، زي لاسباب برضو سياسيه وغيره، يعني سواء المنتخب السوري او الفلسطيني او الاردني او غيره، لكن دلوقتي اصبح ليهم وجود الى حد كبير. تيجي بعد كده تبص حواليك برضو تلاقي افريقيا في منتخبات بتتطور بشكل كبير، لكن انا ما عنديش حاجه واضحه، ما عنديش رؤية أصلاً، وده يحزن. يعني أنا رايح فين؟ هي أنا متفق معاكي جداً طبعاً، لأن في نقطة، طول ما احنا ما فيش خطة، أو طول ما احنا شغالين بالقطعة، أو طول ما احنا شغالين بالمزاج،
فبالتالي مش احنا مش عارفين ناخد قرار. يعني لما حتى بناخد قرار اوقات قراراتنا بتبقى عشوائيه مش مدروسه. هات ده مدير فني، هات ده مدير كوره، هات ده مش عارف ايه، غير لي ده، اقيل ده، شيء صعب. يعني انا دائما وابدا بتفق معاك، انا مش متفق معاكي في نقطه اوقات، واحنا على طول بناخد قرارات عشوائيه. يعني فعلا ابسط حاجه اخيرا البيان طلع اول امبارح مثلا، اسناد للمدرب عام لكابتن محمد يوسف و لا هو اتعين الساعه 5 تاني يوم الساعه 10 لا الاستقرار يعني. على يعني البحث عن مدير فني اجنبي تاني يوم بقى كابتن حسام حسن. فبرضه دي تاكيد تاكيد، ده حتى كابتن حسام حسن شخصيا كان في اصوات كثيره جدا بتطالب بان هو يكون هو المدير الفني. اول ما ده حصل بالفعل ابتدت معظم الاصوات دي تشكك في جدول الاختيار، تبقى مش فاهم حاجه وبتضرب اخماس في اسداس عشان الاختيار ما جاش مدروس، ما فيش خطه للاختيار. هقول لحضرتك على حاجه، كوبا مش ليه بس جه استجابه لضغط جماهيري اكتر. ما هو ده مش صح، ده مش صح. طول ما انت بسلم مدانك للسوشيال ميديا والله قلنا فده ده مش صح. هقول لحضرتك على حاجه، اتفضل. منتخب قطر المدير الفني تم اسناد المهمه ليه قبل شهر من البطوله، كان كيروش هو المدير الفني لمنتخب قطر. النتائج ما كانتش على احسن حاجه، احسن حال وتوقعاتهم واملهم، فبالتالي خدوا الاكشن. طيب الاكشن دلوقتي هجيب مدير فني اجنبي يجي يشوف لسه اللعيبه ولا حد محلي عارف قدراتي الفنيه؟ مدرب نادي الوكره، واحد من المدربين الاسباني لوبيز، تم اسناد المهمه ليه، راجل عنده علم، لان معظم ان ما كانش السكواد كله بتاع منتخب قطر لاعبين محليين يعني، فهو شايف اللعيبه قصاد وعارف امكانيات كل لاعب، فبالتالي هو بس حط لهم الفريم اللي يبتدوا يمشوا الدنيا فيه. يمشوا الدنيا دي مش اللي احنا وصلنا مثلا الدور 16، فلا احنا هنوصل، عايزين نوصل فاينل. بس اللي انا اقصده اللي هو في حتى لما بتيجي في حاجات طارئه فانت عندك بلان بي. من الناحيه الثانيه لو انتقلنا لافريقيا، منتخب كوت ديفوار، منتخب كوت ديفوار جاي من بعيد جدا وتم تغييب المدرب جوه البطوله. صحيح صحيح. فبالتالي يعني لازم يبقى عندك بلان اي وبي وسي، ولازم تبقى الدنيا متخطط ليها انت عايز توصل لايه. تعالى نرجع تاني لامم اسيا، لان احنا نما الى علمنا بس مش متاكدين من مدى صحه الكلام ده. انت كنت حاضر البطوله هناك بالفعل وحضرت ماتشات كتير ورجعت قبل النهائي. يعني انا حضرت قبل نصف النهائي عفوا. انا حضرت تحديدا جزء كبير جدا من دور المجموعات ودور ال 16 بالكامل. طب بكلمني بقى بشكل عام عن البطوله والتنظيم والفعاليات والروح اللي كانت موجوده. طبعا البطوله تنظيميا خلاص هي قطر عملت البيز وبقت او السيت اب، وبقى بس كل ايفنت بيتغير بس اللوجو بتاعه والديسبلاي بتاعه وخلاص. يعني هي بقت جاهزه تماما لاستضافه اي حدث عالمي. وبالمناسبه يعني بيقام حاليا بطوله العالم للالعاب المائيه في قطر، بتقام حاليا اللي مها عامر بطلتنا خدت ميداليه برونزيه في الغطس. فهي خلاص قطر بقت هاب لكل البطولات والاستعدادات كامله مكمله هناك اللي هي تستضيف اي حدث رياضي. البطوله اتلعبت في 9 ملاعب، معظمها طبعا اللي كانت في كاس العالم ما عدا ملعب 974 اللي هو كان معمول بالكونتينرز. أيوة. ده وما تفكش عشان بس الناس مش كان يعني حلو لسه موجود هيتفك مع انتهاء. لا ما تفكش لسه موجود زي ما هو في مكانه زي ما هو يعني. فالملاعب طبعا انا حضرت في 8 ملاعب من اصل 9، لان الملعب بلوسيل اتلعب عليه الافتتاح والختام. الملاعب كلها مجهزه بكل يعني بكل الفاسيلتيز اللي انت محتاجها تعمل اي حاجه كصحفي، اي حاجه انت محتاج تعملها جوه الميديا سنتر في اي ملعب انت هتبقى بادجت ثانيه خالص برضو محطوطه يعني لما تيجي تقارنها بيك يعني. اصلا مختلف في النقطه دي. طب قول لي، احنا اختلفنا اول مره اهي. معلش انتوا اتحسدتوا يا اولاد. اختلافي هم صرفوا مره واحده بس صح. ففضلت موجوده. ماشي، ما هو بادجت برضو بس يعني كانت مره احنا بس بنصرف 3-4 مرات غلط. لو حسبت التوتال اللي اتصرف ممكن يبقى الفرق بسيط للأسف. يعني هي الموضوع بس هو الموضوع تخطيط. هنرجع حصل مع المدير الفني كده عندنا سيستم وعقليه ومنتاليتي. صحيح تمام. فيما يخص بقى الاجواء الجماهير طبعا اتفضل. انا اسف بس يعني فيما يتعلق بالسيستم، ما في سيستم قديم موروث ومتجرب واتى ثماره عشرات المرات، فكره ومبدا ان انت تدي العيش لخبازه. ايه صعوبه ان احنا نوصل للفكر ده؟ ايه اللي منعنا ان احنا نطبق الفكر ده؟ ما لو خبازه ده مش هيبقى ماشي مع اللي انا عايز اعمله من حاجات يعني زي ما بنقول كده يعني مش مصرح بيها، فانا مش هجيب خبازه. لو خبازه ماشي معايا تمام ممكن نمشيها شويه. انا بكلمك بصراحه يعني اللي انا شفت، انا كان عندي تجربتين. السعوديه في كاس عالم انديه
وقطر كاس اسيا، الاثنين شفتهم بعناية، بقارنهم بحاجات كتير جدا بشوفها في مصر متعلقه بتنظيم بطولات بعيدا عن الالعاب الاخرى تحديدا في كره القدم. الموضوع فعلا بسيط، بسيط جدا. يعني هناك اللي يزعلك، اللي يزعلك ان كل يعني الادارات المنوطه بتنظيم البطوله، هات الهيد او هات حد من التيم هتلاقيه مصري ومعروفين بالاسم. فين بقى دولت من البطولات اللي احنا بننظمها؟ ما مش موجودين. نرجع تاني بقى هناك، طبعا الاجواء كانت احتفاليه جدا. كاس العالم مدي انطباع لكل الجماهير اللي جايه ان في مكان هاب كده بيتجمع فيه كل الجماهير، وتحديدا سوق واقف ده ليله المباريات، كل فريق جماهيره بتنزل تعمل الاحتفالات وتعمل التقديمه اللي ليها علاقه بالبلد وبالهويه بتاعتها. تاني يوم بعد الماتش من الساعة 10 بتلاقي الجمهور بالأعلام، الدخول متيسر جدا، مفيش أي مشاكل بالنسبة للجمهور. الجمهور بيروح أكنه رايح خروجة، أكنه رايح مسرح، أكنه رايح سينما. كل الإمكانيات اللي هو متاحة بيخش بيلاقي الكرسي بتاعه، بيلاقي الكافتيريا، بيلاقي كل الحاجات اللي هو محتاجها، مساجد، كل حاجة. على الصعيد الفني البطولة كان فيها منتخبات أنا شايفها جاية في الكرة الآسيوية، منتخب طاجيكستان ومنتخب أوزبكستان. منتخب طاجيكستان منتخب منظم جدا، اول مشاركه ليه وصعد ليه دور ال 16، كان معاه مدير فني كرواتي، يعني راجل عارف يوصل ان لعبته الناس في البلد مستنيه ايه. يعني انت بتكسب، هم هناك مستنيين المكسب ده، بحكم ان هو عارف. هو كده في مؤتمر صحفي حضرته قال انا من الشعب فحاسس بيهم، فلما بتكسب انا عارف هم مستنيين ايه. منتخبات كانت بقى، يعني على ذكر المنتخبات العربيه، المنتخب اللي كان صدمه بالنسبه لي منتخب عمان. دو يعني كان بطوله مش كويسه بالنسبه له. حابب برضه اشوف حاجه للمنتخب القطري بس على الذكر، ان مشعل برشم الحارس اللي اخذ احسن جول في البطوله هو شقيق معتز برشم، بطل الوزن العالي للقطري، بطل الاولمبياد وبطل العالم. فيعني حتى كان في كومنت امبارح في الاحتفالات، كان في لابس نظاره كده دي اللي بيلبسها اخوه في المسابقات، فقال له يا ريت ترجع النظاره الدرج بقى عشان عندنا اولمبياد. على وسائل التواصل الاجتماعي. فلا البطوله كانت جيده جدا على الصعيد الفني من وجهه نظري، يعني من وجهه نظري كانت اقوى فنيا من بطوله افريقيا. بس من فيها حاجه الاثنين بيبقوا زي بعض فيها او زي بعض فيها، قاسم مشترك يعني. قاسم مشترك، المنتخبات اللي جايه من بعيد، يعني في افريقيا في الكونغو في راس الاخضر منتخبات خططت زي ما كانت. بس هي القيمه كمان يعني قيمه الجوائز مختلفه، افريقيا اعلى اعتقد 7 مليون من 5 مليون للفائز بالمركز الاول. يعني برضه دي دليل يعني ان لا في فلوس في افريقيا، لاهميه البطوله اكيد. طبعا. طب انا عندي نقطه، في لو هنروح لامم اسيا اللي الأردن تحديدا، هي نقطتين اكتشف في نفس الموضوع. يعني النقطة الأولى أن أنت دلوقتي بقت المغرب بتصدر كمان، مش بس عندها تطوير في الكرة، يبقى عندها كمان على مستوى المدربين. يعني حسين عموتة أصله مغربي في الأول وفي الآخر، ففي برضو طفرة حاصلة في النقطة دي. رغم بقى الكلام ده والكلام الحلو ده على حسين عموتة، بس أنا ما عجبنيش تصريح شوية بتاعه لما طلع قالك يعني محمود الجوهري يقدم كتير للمنتخب الأردني ولكن لكل عصر رجاله. يعني ما هو مع احترامي تمام أكيد لكل، يعني مش معلومة، بس ده فيها تقليل شوية من اللي قدمه محمود الجوهري معهم. أنا أخدتها بهذا الشكل وكتير من الناس أخدتها بهذا الشكل. يعني وقالك لا التفت لوسائل الإعلام، تحس إن هو حاسس بضغط عليه أو مقارنة شوية بفترة كابتن محمود الجوهري. فأنت شفت التصريح ده إزاي؟ طيب خلينا نتفق برضو إن حسين عموتة واحد من أفضل المديرين الفنيين في قدرته على التعامل مع أسئلة الصحفيين داخل خلال المؤتمرات الصحفية أو رده على الانتقادات. طبعا الجمهور الأردني والمسؤولين الأردنيين مقدرين جدا جدا لحتى الآن، وجمهور الأردني طبعاً كمان طبعا لفترة الجنرال واتكلموا عن ده كتير الحقيقة جدا طبعاً. حتى الآن في يعني في الميديا، في المين ميديا سنتر وانت بتتكلم مع الأردنيين، هم فاكرين جدا فترة كابتن محمود الجوهري، لأنه هي دي البداية طبعاً اللي حطتهم على أول بقى طريق، يعني مرحلة التأسيس التقدم بالظبط. فلا هم مقدرين الموضوع ده جدا. النقطة التصريح هو طبعا كل فترة وليها رجالها،
كل فترة وليها المقومات بتاعتها واختلاف الكورة. يعني كان ممكن نقول نشعر بالامتنان لما قدمه ولكل فترة، يعني كانت هتبقى، بس حسيتها ان هي فيها تقليد شوية. هقولك مش انا بس يعني. انا في نقطة بس، ان هو دايما الـ يعني تصريح المدرب اللي بيبقى مكتوب بيبقى فيه سنس كده، ربما يعني بيبقى فيه السنس اللي هو بتاع الصحفي اللي كاتبه، لكن وانت حاضره المؤتمر لا، يعني هتبقى حاساها اكتر هو قصده بيها ايه. مش تقليلا خالص، هو بيبقى حابب بس يوضح اللي يعني. بصي خلينا برضو نتكلم، احنا كبشر نقطة المقارنة كل شوية هتخلينا في مرة هنرد، يعني لما اجي اقول لكريم في مذيع سين طبعا تمام هو زميل، وفي مرة هتيجي خلاص بقى يعني. فهو لا، هو كان مضغوط جدا 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 طول البطولة يعني. لا بس هو قدم شغل محترم، الناس بتتكلم عنه لحد دلوقتي يعني، وصولك للنهائي والتنافس مع قطر بهذا الشكل طبعا يعني. طبعا هو طبعا مدرب برضه ذو خبرات يعني 2017. هنرجع نقول تاني، لأن المغرب مش شغالة على ملف واحد، هي شغالة على أكتر من ملف وخطة موضوعة من سنوات، عشان كده ثمارها دلوقتي إحنا بنشوفه. فهي بجد شابو للمغرب، لأن هي اشتغلت على ملف كرة القدم بكل ما تحمله بقى أو يحمله من جوانب، تحكيم وكرة نسائية وكرة قدم فريق أول وغيره وغيره. بص يعني هم اشتغلوا صح، في شوية دعم خارجي بيجي تمام يعني، رئيس الاتحاد مثلا، وده على فكرة مش غلط، هو المفروض يبقى يعني رئيس الاتحاد بتاعي بيدعمني بالظبط. كون برضو المدربين المغاربة في الوقت الحالي هتلاقيهم منتشرين. خلينا برضو نتفق أو نوضح للسادة المشاهدين إن الحسين عموتة كان مدرب لنادي السد قبل كده في قطر، فهو برضو على يعني مش ما خدش تجاربه بس في المغرب، لا ده خد تجارب خارجية، فبالتالي دي دليل على قدراته الفنية العالية. وطبعا احنا فاكرين في 2017 قاد الوداد للفوز بالشامبيونز ليج الافريقي على حساب النادي الاهلي، فبالتالي هو مدرب له خبرات، القدره ان انت تخطط. الكوره شئنا ام ابينا هي صناعه، فلازم تشتغل عليها صح. بقت تجاره اكتر في الفتره الاخيره. والله دي حقيقه، بقت تجاره تمام. يبقى انت لازم تخش جوه الساقيه بتاعت التجاره وتكسب منها. انا عندي سؤال قبل ما نختم، الوقت بيبلغونا خلص، بس عايز اروح سريعا للدوري الانجليزي، لان الدوري الانجليزي تاني هنرجع نقول متابعته من كل انحاء العالم، بس هي القصه كلها ان انا بشوف بعض الفرق عندك يعني بقى فيها زي هوب، يعني عندهم كده بوادر بتؤكد لك او بتحسسك ان ممكن يعملوا اختلاف على الارض موسم ما. منهم ارسنال، ارسنال يمكن الموسم اللي فات كانت شغاله كويس جدا، الموسم ده برضو اشتغلت كويس بس بعدت شويه، يعني برضو انت بتتكلم على مان سيتي وليفربول الابرز حاليا. المعادله دي ليه بتبقى كده؟ يعني دلوقتي ارسنال انت شايف فيها تخطيط جيد جدا، لعيبه كويسه، مدير فني جيد، دعم جماهيري كبير جدا، الصحافه ابتدت تكتب اكتر عنهم. طيب ليه ارسنال ما زال متذبذب في التقدم للمراتب الاولى ومنافسه مثلا ليفربول على المركز الاول؟ طيب بص، ارسنال حاله زي ما بنقول ايه، في فتره بعد ارسن فينجر حصل دروب كده للعيبه وللجمهور، حتى ما بقاش في ثقه الفوز بالبطولات. لما جه ميكيل ارتيتا حطهم على الطريق الصحيح، لكن ان انت تكسبي الدوري الانجليزي دي مش حاجه سهله خالص. طبعا ليه؟ لان الدوري الانجليزي ليه مقومات مختلفه. انت بتلعبي 38 اسبوع، ال 38 ماتش اي، هم بيبقوا 10 ماتشات في الاسبوع، اي فرقه ممكن تكسب الثانيه. فبالتالي ما فيش فكره اللي انا ايه بستنى العب مع التوب 6 اجمع منهم. انت يعني ممكن تبقى نتائجك، هي نتائجك في المنافسين المباشرين التوب 6 هو اللي بتعمل لك البوش لقدام، لكن باقي الماتشات دي مهمه جدا، وياما ضيعت بطولات او الدوري الانجليزي من انديه كتيره. سريعا، ارسنال في الوقت الحالي هو ماشي صح، ارسنال مع ارتيتا على الطريق الصح. الفوز بالدوري الانجليزي مش هو دايما، هو طبعا يعني هو ده المقياس، لكن اللي انا اقصد انت ماشي صح ولا غلط بيبقى خلال الموسم كامل دنيتك ماشيه ازاي. بعدين خلينا بس نتفق، المنافسه في الدوري الانجليزي في وجود السيتي مع جراديولا ومع كميه الكتيبه دي، كتيبه اعدام بجد، فيعني المنافسه صعبه جدا هناك. الاعمار السنيه كمان مختلفه تماما، وهو يعني بيبقى بيعمل احلال وتبديل دايما. وبعدين جراديولا عنده ال 11 اللي في الملعب هينفذوا الخطه بتاعته، وما عندوش فكره اللي انا
افضل مكلبش في لعيب عشان امنعه من يعني احنا شفنا في اتعادله مع تشيلسي وبالمر هو اللي كان نجم المباراه وهو اللي مشاه، يعني هو مشاه وهو عارف اللي هو هيروح منافس مباشر ليه. فاللي انا اقصده ده الانجليزي كيس كده الفوز ببطوله فيها بتبقى طالعه فعلا يعني مالناش دعوه بجوارديولا وفرقته. ليفربول لما كسب الدوري كان طلع يعني طلع عينه عقبال ما يكسب. في سنه ليفربول خسر الدوري على ماتش فضل 13 ماتش مستني السيتي يتعادل، وده جزء كبير من سحر وجاذبيه وجمال الدوري الانجليزي. صحيح. الحقيقه فكره عدم متعه فعلا. انا عايز اقول لك على حاجه، يعني ما اعرفش الفانتزي بتاع البريمير ليج اصلا هو متعه، يعني اللي بيلعبوا فانتزي بيبقى كل اسبوع في دماغه شغاله الوايلد كارت اديله لمين، اجيب مين في التشكيله دي، اجيب مين واشتري مين. صح. فتخيل ده للجمهور، فما بالك بقى الدوري نفسه الفعلي. شادي نورتنا بجد، قراءه ممتعه كالعاده، شكرا ليك جدا.